Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اهلا وسهلا بكم اخواني واخواتي واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح انه على كل شيء قدير وكان الحديث في الحلقه الماضيه حول بعض الاحكام المتعلقه بصلاه الجماعه وبينا فضلها ووجوبها وعدم جواز التخلف عنها لمن ليس له عذر. اما الانسان المعذور فانه لا يؤاخذ بترك الجماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المعذور لا شيء عليه كما قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر. وايضا من الاعذار التي تبيح ترك الجماعه هو كما قال أهل العلم أن يصلي الإنسان وهو جائع بمعنى جاء وقت الصلاة وأراد الإنسان أنه يصلي وإذا به قلبه متعلق بالطعام وربما يكون إنسان جائع ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام لا صلاة بحضرة طعام فالمرء عليه أن يدخل إلى هذه الصلاة وهو في كامل الخشوع والخشوع لا يتأتى ولا يتحصل ولا يتيسر الانسان الا اذا كان ذلك الانسان الا اذا كان ذلك الانسان قد تجنب كل اسباب البعد وما يتعلق في البعد عن عن المشغلات والصوارف ومنها تفكير الانسان في الطعام هذا بلا شك انه يشغله فهذا الانسان حتى لو صلى للناس وقيمة الجماعه فهو معذور بمثل هذا الامر ولهذا لما قدم الطعام لابن عباس رضي الله تعالى عنهما واقيمت الصلاه لم يذهب يصلي فقيل له الناس يصلون فقال ان في هذا لشغلا لماذا لان الانسان اذا صلى وقلبه متعلق ومعلق بهذا الطعام لا شك ان هذا سيذهب عنه الخشوع ولن يستطيع ان يستحضر الخشوع في صلاته ايضا صلاه الانسان وهو حاق ومحصور هذا من الامور التي يعذر فيها الانسان جاء وقت الجماعه وإذا بهذا الإنسان حاق أو محصور لا شك أن هذا الإنسان لو صلى فلن تكون صلاته اليوم فيها شيء من الخشوع لأنه أتى ما ينقض هذا الخشوع بهذا الأمر الصارف عن الخشوع في الصلاة أيضا من المسائل التي هي متعلقة بصلاة الجماعة وهو أقل ما يكون من الجماعة ما هو أقل عدد حتى يؤجر الإنسان أجر الجماعة الواردة في الحديث صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وسبع وعشرين درجة وتسع وعشرين درجة فالإنسان بلا شك أن معرفته اليوم بمثل هذه الأحكام يعين بإذن الله عز وجل على أداء هذه العبادة على الوجه المطلوب وذلك الصحيح أن الجماعة تدرك بإمام ومأموم فقط أما الجمعة فلا تدرك إلا بثلاثة إمام ومأمومين فأقل الجماعة في الصلاة صلاة الجماعة هما اثنان الإمام والمأموم. والجماعة إنما يحصل فضل إدراكها حال كون الإنسان ساجد فإذا رفع راكع فإذا ركع رفع الإمام من الركوع حينئذ ينتهي أو في الركعة الأخيرة ينتهي فضل صلاة الجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فإدراك الركعة يعتبر إدراك للصلاة. وعدم إدراك الركعة لا شك أن مثل هذا يضيع الإنسان يضيع على الإنسان أجر الجماعة وهذا يجعل الإنسان حقيقة يبكر ويحرص على عدم التأخر ويجتهد في أن يكون من أوائل القائمين في الصف حال إقامة الجماعة حتى لا يحرم نفسه هذا الأجر العظيم للحديث بقية بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أخواني الكرام واخواتي الكريمات وعوده لما كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل وكان الحديث حول ما يتعلق في صلاه الجماعه. ومسائل صلاه الجماعه حقيقه كثيره جدا. من هذه المسائل المتعلقه بصلاه الجماعه وهو ما ذكرناه قبل الفاصل بان الجماعه تدرك بركعه فضل الجماعه يدرك بركعه. ولذلك على الانسان يحرص على ان ينال فضل الجماعه ويبكر في الحضور اليها لما في ذلك من المنافع العظيمه والاجور الجزيله. ايضا من المسائل وهو تكرار الجماعه في المسجد الواحد. اولا لا يجوز ان يصلي جماعتان في وقت واحد في مسجد واحد لانه جاء في هذا الحديث لا جماعتان في مسجد. وهذا يحصل كثيرا خاصه في المساجد الكبيره، تجد جماعه اليمين وجماعه الشمال وجماعه في الخلف وجماعه في الامام. وهذا الفعل حقيقه لا يجوز لان مثل هذا الفعل يؤدي الى تفريق الناس واختلاف كلمتهم وتباعدهم وتنافرهم. لكن بمجرد ما يكون الناس قريبين من بعضهم البعض لا شك ان مثل هذا يؤدي الى حصول الالفه والمحبه والتواصل والرحمه وغير ذلك. ايضا من المسائل المتعلقه بالجماعه وهو أن الإنسان إذا كان يصلي يتنفل فأقيمت صلاة الجماعة فإنه يقطع صلاة النافلة ويدخل في الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لا يجوز إنسان اليوم أن يبدأ صلاة جديدة والجماعة قد أقيمت لأن مثل هذا يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين ويؤدي إلى اختلافهم وتباينهم وتدابرهم وتهاجرهم مع مرور الزمن وكذلك الوقت. أيضا من المسائل وهي مسألة تكرار الجماعة في المسجد الواحد. أعني بها أن تأتي الجماعة الأولى فتصلّي وتنصرف وتأتي جماعة ثانية. وهذا يحصل غالبا في الأسواق مساجد الأسواق، الأماكن التي يكثر فيها الناس أو مساجد الطرق مثلا. فهؤلاء هل الصحيح أنه يجوز أن يج أن يصلي الإنسان جماعة ثانية؟ نقول الجواب نعم يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجلين ازكى من صلاه الرجل، وصلاه الثلاثه ازكى من صلاه الرجلين، وصلاه الاربعه ازكى من صلاه الثلاثه. فكل ما كثر العدد كل ما كان ايضا فيه زياده اجر وزياده فضل، وايضا فيه حصول خير لذلك الانسان المصلي. ايضا من المسائل المتعلقه بالجماعه وهو اختلاف نيه الامام مع المامور. والمراد هنا اذا كان الامام مثلا يصلي صلاه مختلفه عما يصليه الماموم او كان الامام يجهر والماموم لا يجهر او كان الامام يسر والماموم يجهر في هذه الحاله نقول من افضل ما يجب على الانسان يتعلمه في مثل هذه الحاله هو الحرص كذلك ايضا على تعلم ما يتعلق في احكام صلاه الجماعه لما في ذلك من الخير العظيم لذلك الانسان المصلي فتعلم الانسان هذه الاحكام يعين باذن الله عز وجل على فهم احكام الصلاه ويؤدي هذه العباده على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه ايضا اختلاف نيه الامام مع الماموم في صلاه الجماعه لا يضر فلو صلى امام وهو ينوي مثلا نافله والماموم يصلي فريضه او الامام يصلي فريضه والماموم يصلي نافله أو الإمام يصلي صلاة المغرب والمأمون يصلي صلاة العشاء أو العكس. كل هذا مما لا يضر في صلاة الجماعة لأن كل إنسان بحسب نيته. فيجوز أن يصلي الإنسان بنية النافلة ويصلي وراءه من يصلي الفريضة أو يصلي الإمام الفريضة ويصلي وراءه من يصلي النافلة. أو يصلي المغرب والذي وراءه يصلي العشاء و فلا شك أن الذي وراءه سيصلي ويجلس إلى أن يسلم الإمام. في الركعه الثالثه ثم يقوم للركعه الرابعه، فتفاوت اليوم النوايا بين في صلاه الجماعه بين الامام والمأموم لا يضر وتعتبر صلاه الجميع صحيحه. ألقاكم بإذن الله في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.